الحرام للدورة هذه، لأنه عندها أهداف خاصة وجاية في سياق استراتيجية تاع تطوير منظومة تكوين الشبان في النجم الرياضي الساحلي. دونك باش نقدموا شنو هي الخطوط العريضة للاستراتيجية هذه، باش نعطيو طبعا بعض التفاصيل الفنية والقانونية للمشاركة في الدورة هذه، باش يكون لنا زادة فرصة باش نقدموا معهد المدرسة الإعدادية النجم الرياضي الساحلي، ثم باش نقدموا زادة آخر ما تم إنجازه في مركز تكوين الشبان اللي هو سيتان لوجيسيال سيتون أبليكاسيون اللي يخدموا عليها مجموعة من الشبان، واللي الهدف منها أنه يكون عندنا وسائل رقمية حديثة وعصرية اللي تأمن متابعة تطور الشبان من اللي يدخلوا مركز تكوين الشبان حتى لين يلتحقوا بالفرق المحترفة إن شاء الله. نتطلعوا برشا باش الدورة هذه تحسن برشا المستوى متاع اللاعبين متاعنا، إن شاء الله تكون الدورة كما قاعدين نشوفوا فيها، نشوفوا في التحضيرات الممتازة في السونتر متاع نجم الرياضي الساحلي، إن شاء الله كيف كيف تتوج في الملعب ونشوفوا مستوى يليق بالفرق هذه الكل. طبعا العلاقة متينة من سنين وسنين وراح تتوطد أكثر بإذن الله، وتجمعنا هذا إن شاء الله يكون تجمع أخوي عائلي أكثر ما هو تجمع رياضي إن شاء الله. طبعا البطولة صراحة بتكون مكسب هني لكل الفرق الموجودة كفنيا في كل الأمور. إن شاء الله نتمنى لجميع الفرق التوفيق في هالبطولة إن شاء الله، والقادم أتوقع أفضل لمركز تكوين الشبان إن شاء الله. شادرة باهية برشا عملتها النجم الرياضي الساحلي، ونهنوهم هما باها يعملوها، وإحنا كفريق الترجي الرياضي التونسي تفرحنا ونتشرفوا باش نشاركوا في الدورة هذه، وإن شاء الله الترجي الرياضي التونسي باش تساهم مساهمة كبيرة معناها في إنجاح الدورة، وأكيد أن دورات كما هذه من نوعية هذه باش تعاون في الاحتكاك، اللاعبين يحتكوا مع بعضهم، الفرق النوادي التونسية تحتك مع بعضها، وحتى على الصعيد العربي وعلى الصعيد الدولي نفس الشيء، ودورات كما هذه ما تعطي كان الفايدة للجميع. احنا فرحانين أنه النجم تخلى على منظومة مهمة جدا في تطوير كرة القدم اللي هي الدورات الدولية من خلال مشاركته خارج تونس، كما هي كما الترجي كما نادي الصفاقسي، وحاليا تنظيم داخلي كيف حسب ما تبعتهم تنظيم على أعلى مستوى، ومشاركة النخبة مواليد 2004 الراجعة بالنظر للإدارة الفنية واللي مقيمين في المعهد بيير دو كوبرتان، لازم يكون كان مساندة لنجاح الدورة هذه.